اليوم الجمعة 15 يناير عقد مجلس مدينة الدار البيضاء دورة استثنائية. انعقاد الدورة ما جاش بعد الفيضانات التي عرفت المدينة أو الانهيارات التي عرفت درم الريشري بمعية مجموعة من المناطق الأخرى، ولكن من أجل المصادقة على ملائمة القرار الجبائي مع قانون الجبايات المحلية. هذا الموضوع ايضا هو خارق واحد نقاش عمومي كبير على مستوى العداله الجبائيه ومستوى يعني كثره الرسوم المحليه. بالنسبه لهذه الدوره الاستثنائيه جاءت على اثر صدور القانون 027 الذي هو بمثابه قانون مغير ومتمم لقانون 4706 المتعلق بالجبايات المحليه، وجاء بمقتضيات جديده تطلبت من الوزاره الوصيه ان تراسل الجامعات الترابيه في شق الجامعات ان تعدل قراراتها الجبائيه على ضوء هذه المقتضيات الجديده التي جاء بها هذا القانون 027 المعدل والمتمم لقانون 4706 المتعلق بالجبايات المحلية. لا يمكن الحديث عن انعدام عدالة جبائية إلا بتتبع أنواع الرسوم، وبالتالي سبق لمجلس جماعات الدار البيضاء في إحدى دوراته العادية السابقة أن عدل القرار الجبائي خاصة فيما يتعلق باحتلال الملك العام الجماعي لأغراض تجارية أو بواسطة منقولات، واعتمد في هذا الإطار على مسألة التنطيق بحيث قسم مدينة الدار البيضاء فيما يخص الاحتلالات خاصة فيما يتعلق بما يعرف بالطراز إلى ثلاث نطاقات جغرافية، وذلك حسب الرواج والأهمية الاقتصادية لكل منطقة. مثلا نعطي المنطقة أ خصص مثلا السعر المطبق على احتلال الملك العام الجماعي هو مثلا 70 درهم للمتر المربع، في حين هناك مناطق أخرى اللي كتعرف أهمية اقتصادية أقل أو رواج اقتصادي أقل، أعطينا مثلا احتلال الملك العام الجماعي فقط في 20 درهم. هذا ما يتعلق بالطراز. لابد من تذكير أن هذا القانون اللي جاء 027 اللي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2020 هو بمثابة مرحلة أولية للإصلاح ديال منظومة الجبايات التي طالب بها المدبرون المحليون. وبالفعل الوزارة الوصية الوزارة الداخلية تعكف حاليا على إصدار ما يعرف بالقانون الإطار ديال الجبايات، واللي غادي بالفعل غادي يوحد هاد الرسوم في شقين. كاين هناك إرهاسات أولية لهاد ما سيسفر عنه هاد القانون الإطار، الرسوم العقارية تتعلق بكل ما هو عقاري، والرسوم الاقتصادية تتعلق بما كل ما هو اقتصادي. وهذا جاء نتيجة واحد الخلاصات ديال المناظرة الوطنية الأخيرة بالصخيرات المتعلقة بالجبايات، وكذلك الملاحظات التي يرفعوها المدبرين المحليين أي الجماعات إلى الوزارة الوصية في هذا الإطار. أعتقد بأن هذه الدورة دورة ديال الملائمة، لأنه صدر وتنشر في الجريدة الرسمية القانون 27، وهذا قانون غير إصلاحي ترميمي. نحن نطلب أكثر من ذلك، نطلب قانون إطار، وكنعرفوا احنا قانون الإطار هو اللي غادي يجمع القوانين كلها، لأن دابا احنا عندنا القانون 4706 وعندنا القانون 3907 وجينا القانون دابا 727. دونك هاد التشتت ديال القوانين ماشي في صالح الجماعات الترابية، لذلك احنا نطالبوا بمدونة على غرار مدونة الضرائب العامة ديال الدولة، مدونة عامة للضرائب والرسوم ديال الجماعات الترابية. وكذلك كنطلبوا باش التفريق ما بين الجماعات الترابية، كاين جماعات ترابية كبرى ومتوسطة وصغرى وصغيرة جدا تماما. بالفعل دابا قانون الإطار غادي يعالج جميع الاختلالات بما فيهم العدالة، حتى على مستوى العدالة بصفة عامة. مثلا نعطيك المثال، دابا في هذا القانون جابوا لنا رخصة الإصلاح تخلص عليها 500 درهم، سطري بها، ولكن كاين إصلاح ديال المطعم، كاين إصلاح ديال بنكة، وكالة بنكية، كاين إصلاح ديال واحد السيد في مولاي رشيد ولا في سيدي مومن اللي باغي يصلح البيت،
صلاح الدار الدار ديالو كنعرفوا الظروف اللي كيعيشوا المواطنين في الاحياء الشعبيه. دونك وحتى على مستوى الاصلاح واش اللي غيصلح في الدار البيضاء بحال اللي غيصلح مثلا في مدينه اخرى. دونك لا بد، انا متفق معك، لا بد من ان تكون هناك عداله على مستوى هاد النصوص. وكنتمنوا ان شاء الله القانون الاطار اللي يخرج اللي هو غادي يعالج جميع هاد الاختلالات اللي كاينه وهاد التشتت اللي كتعرفوا الضرائب والرسوم المحليه. وبالفعل هو القانون الاطار الجديد اللي غيخرج يرتكز على محورين اساسيين. اذا كانت الدوله تعتمد ثلاث ضرائب رسميه الضريبه على الداخل وسميتو، دونك بالنسبه لنا احنا كجماعات ترابيه بغينا تكون عندنا جوج ضرائب مركزيه عامه، مثلا الضرائب والرسوم على الانشطه الاقتصاديه كل ما هو مرتبط بالمهن، والضرائب والرسوم المتعلقه بالعقارات بتقييم الممتلكات برخص البناء، رخص الاصلاح، رخص الهدم. دونك كل ما يتعلق بالعقار يكون عنده محور ديالو، الضرائب ديالو، الرسوم ديالو، وكل ما يتعلق بالمهن. مثلا في هذا القانون دابا حاليا الرسوم المفروضه على المستعملين للمسابح الخاصه ما تخلصوا حتى حاجه، وهذا نشاط مهني. دونك في القانون الاطار ملي غادي تكون عندنا الانشطه الاقتصاديه كيمكن ندخلوا هاد كل مدينه ولا كل جماعه يمكن تدخل هذا الرسم اللي كانوا كنعرفوا دوك يدخلوا سميتو تيدخلوا اموال كثيره في فصل الصيف. الدوره الاستثنائيه اللي كتنعقد بناء على الطلب ديال السيد والي واللي جات من بعد صدور ديال القانون ديال الجبايات المحليه، واللي اليوم كنعقدوا هذه الدوره الاستثنائيه باش تتم الملائمه ديال القرار الجبائي ديال جماعه الدار البيضاء مع هذا القانون ديال الجبايات المحليه. ومن طبيعه الحال كتعرفوا انه كان هناك اصلاح، كان نقاش عمومي على صعيد البرلمان، ومن طبيعه الحال بناء على المقترح القانون اللي جات به الحكومه حول الاصلاح الجبائيات المحليه. وبناء عليه فاحنا اليوم كان درنا بعض التعديلات باش يمكن تكون الملائمه، لانه القانون تيجي بمجالات بالنسبه لبعض الرسوم الجبائيه اللي تيدير فيها الحد الادنى والحد الاقصى. واليوم حنا حاولنا اننا نديروا بعض التعديلات باش نلائموا القرار الجبائي الجماعي مع هذا القانون الجديد. لا هو القانون تيهضر على الاطار عام، يعني الاصلاح ديال الجبايات المحليه في اطار المنظومه الاقتصاديه والمنظومه ديال الحكمه بصفه عامه. حنا كنلائموه بطبيعه الحال كناخذوا بعين الاعتبار الوضعيه الاقتصاديه والبعض ديال بعض الحرف وبعض المهن، وكنحاولوا اننا نلائموا بعض الرسوم مع هذا القانون الجديد. يعني الدور ديالنا حنا كمجلس جماعي بطبيعه الحال هو التصويت على القرار الجبائي، ولكن خص يكون كينطبق القانون. هذا نقاش عمومي على صعيد البرلمان، لانه حنا اليوم كجماعه ترابيه الدور ديالنا والاختصاص ديالنا اننا نصوتوا على هذه المقترحات بناء على ما يتجاوب ويتلائم مع القانون. بالنسبه للنقاش كان هناك نقاش عمومي فيما يخص هذا الاصلاح، وتناقش هذا الشيء في البرلمان، يعني صدر لي واحد القانون اللي هو اليوم حنا اليوم كنلائموا هذا القرار الجبائي ديالنا مع هذا القانون. الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس مدينة الدار البيضاء اليوم لم تتعدى 30 دقيقة تقريبا. الأعضاء المجلس صادقوا بالإجماع على النقطة الفريدة التي كانت مطروحة في جدول الأعمال والمتعلقة بملائمة القرار الجبائي مع قانون الجبايات المحلية.